بسم الله الرحمن الرحيم. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خوسيه موخيكا رئيس جمهورية أوروغواي الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنين لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار. بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة لفخامة الرئيس خوسيه موخيكا رئيس جمهورية أوروغواي الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية. كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة. استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله في ديوانه بقصر السيف صباح اليوم معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم. واستقبل سموه حفظه الله بقصر السيف صباح اليوم معالي الشيخ فيصل لسعود الصباح. كما استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله بقصر السيف صباح اليوم سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. واستقبل سمو حفظه الله بقصر السيف اليوم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح. كما استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله بقصر السيف اليوم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح. واستقبل سمو حفظه الله بقصر السيف اليوم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح. كما استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله معالي وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح. استقبل سموه حفظه الله بقصر السيف اليوم معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح. كما استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله معالي وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبد العزيز عبد اللطيف الإبراهيم. اجتمع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ظهر اليوم مع سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الأمة مبارك بني الخرينج وعدد من أعضاء المجلس. وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عقب اجتماعه مع سمو رئيس مجلس الوزراء اليوم أن اللقاء كان مثمرا، حيث تلمس الأعضاء جدية الحكومة في العمل والتعاون خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الإنجاز. زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء، وأنا أعتقد كانت زيارة مثمرة، فبالإضافة لتهنئة سموه لي بفوزي بمنصب رئيس المجلس كان اللقاء مثمر، أكد فيه الجانبين على أهمية ودقة المرحلة القادمة، وأن الشعب الكويتي يطالبنا جميعا، يطالب السلطتين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بالإنجاز والعمل. وحقيقة لمسنا أنا ومجموعة من النواب النية الصادقة والجدية لدى الحكومة لأن نحقق للشعب الكويتي الكثير من المكاسب عن طريق الإنجاز والعمل. وأيضا أكد الطرفين بأن الأصل الدستوري في العلاقة ما بين السلطتين هو التعاون وفقا للمادة 50 من الدستور. لذلك نأمل جميعا من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا كسلطة تشريعية وكسلطة تنفيذية للتعاون على تحقيق الكثير من الإنجازات لأبناء الشعب الكويتي. وهذا الأمر قد يكون سهل بالكلام، ولكن تطبيقه على أرض الواقع يواجه الكثير من التحديات التي سنعمل جميعا سواء كنواب أو سواء كسلطتين لتذليل هذه الصعوبات وهذه المعوقات وتحويل طموحاتنا وطموحات أبناء الشعب إلى واقع عملي ملموس.
من جانبه أكد سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء رغبة الحكومة الشديدة بالتعاون والتفاهم مع مجلس الأمة حتى يكون الجميع عند حسن ظن سمو أمير البلاد والشعب الكويتي، وعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن تفاؤله الكبير بقيام السلطتين بالواجبات المنوطة بهما تجاه سمو أمير البلاد والشعب. تمنيات مجلس الوزراء لإخوانه النواب على ثقة شعب الكويت فيهم، وأحمل أيضا تباريك مجلس الوزراء للأخ رئيس مجلس الأمة على ثقة أعضاء مجلس الأمة فيه. هذا الحقيقة الهدف من الزيارة، لأن من تمت الانتخابات صارت العطلة وسافر. أبديت حقيقة قدام إخواني النواب رغبة شديدة بأن يكون فيما بيننا تعاون وتفاهم لنكون عند حسن ظن أمير الكويت وشعب الكويت فينا، وهذا اللي لازم يكون إن شاء الله في المستقبل. ورأيت منهم كل تجاوب، فما سمعت منهم شيء يثلج الصدر، وأنا متفائل تفاؤل كثير وكبير بأن راح نقوم بالواجب اللي علينا تجاه شعبنا وأميرنا. استقبل سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور معالي وزير التجارة والصناعة أنس خالد الصالح في قصر السيف اليوم معالي وزير التجارة الدولية بكندا إدوارد فاست، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها. حضر المقابلة معالي وكيل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ اعتماد خالد الأحمد الجابر الصباح. بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح مع وزير التجارة الدولية الكندي إدوارد فاس مواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال الشيخ خالد الجراح الوزير الكندي والوفد المرافق له بمكتبه بمناسبة زيارته للبلاد. قال وزير التجارة والصناعة أنس الصالح إن الكويت تتطلع لتوثيق علاقاتها التجارية مع كندا بشكل أكبر في المستقبل القريب، لا سيما في مجال التكنولوجيا والطاقة. وأشار الصالح خلال اجتماعه مع نظيره الكندي إدوارد فاست عن وجود اتفاقيات عدة تتطلع الكويت من خلالها للاستفادة من الخبرات الكندية، مما سيساهم في تحريك العجلة الاقتصادية والتنموية. الكويت بالفعل تعطي اهتمام كبير لدولة كندا وللقطاع الخاص الكندي للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا والجودة الكندية. تباحثنا مع معالي الوزير عن بعض المعوقات و الإيجابيات في العلاقة. هناك بعض الأخبار السارة من الجانب الكندي أترك زميلي يخطر الإعلام فيها. الكويت مثل ما قلنا سابقا للدول الصديقة دائما ترحب بهذه الدول الصديقة كندا منهم. نجاحنا بإقرار بعض القوانين الاقتصادية الجيدة مؤخرا، قانون الشركات وقانون الاستثمار المباشر، قوانين بالفعل تهدف إلى خلق مناخ استثماري بالكويت لتوطين رأس المال المحلي أولا، ومن ثم استقبال رأس المال الأجنبي. الكل يعلم بأن تهيئة بيئة الأعمال المشروع الرئيسي لوزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لوزير التجارة والصناعة، تهيئة وتطوير بيئة الأعمال التجارية والصناعية. ولذلك جميع الخطط والبرامج الآن التي تعمل عليها الوزارة لتقديمها حتى تكون جزء من برنامج عمل الحكومة يأخذ عنوان تهيئة أو تحسين بيئة الأعمال، عنوان الرئيسي لبرنامج عمل وزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لوزير التجارة والصناعة هي تهيئة أو تحسين بيئة الأعمال بمفهومها الشامل. As many of you know, Canada actually has an armed forces. إن فتح أسواق جديدة للمنتجات والصادرات الكندية سوف يخلق فرص عمل جديدة لكلا البلدين ويؤدي إلى ازدهار التجارة البينية فيما بينهما.
فهناك فرص تجارية عديدة تستطيع كندا أن تقدمها إلى القطاع الخاص الكويتي، لا سيما في مجال الخدمات والأجهزة المتعلقة بالصناعة النفطية، فضلا عن منتجات رائدة في مجال الرعاية الطبية وخدمات التعليم وأجهزة الاتصالات. فهدف الحكومة الكندية حاليا هو خلق المزيد من الفرص الاستثمارية خارجها من أجل زيادة الإنتاج والتصدير وتحفيز الاقتصاد الكندي بشكل عام، والكويت هي شريك اقتصادي مهم لنا. في شأن محلي آخر، نفت وزارة الكهرباء والماء اليوم صحة ما تناقلته إحدى الصحف المحلية الصادرة اليوم حول توجه الحكومة لإعادة العمل بقانون إسقاط 2000 دينار للمواطنين من مستحقات استهلاك الكهرباء والماء. وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن ما ورد حول التوجه بإعادة تطبيق القانون المتعلق بإسقاط مبلغ 2000 دينار من فواتير المواطنين نظير استهلاكهم للكهرباء والماء غير صحيح. كما أوضح البيان أن ما تم ذكره عن تشكيل لجنة بعد موافقة مجلس الوزراء على قرار بهذا الشأن للبت في الطلبات وتحديد المستحقين عار عن الصحة، وتنفيه الوزارة نفيا قاطعا. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن توجه لجنة الكشف على عمارات ومساكن الحجاج إلى مكة المكرمة لفحص مباني حملات الحج ومدى ملائمتها للاشتراطات اللازمة استعدادا لاستقبال حجاج هذا العام. وقال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد للتنسيق والدعم الفني والعلاقات الخارجية والحج خليف مثيب الأذين اليوم أنه تم إصدار عدة تعاميم من مكتب شؤون الحج التابع للوزارة حول الشروط التي يجب توافرها في المباني المستأجرة قبل فحصها وترخيصها من اللجنة المشكلة من قبل أصحاب الخبرة والاختصاص من وزارة الدولة المعنية، وهي وزارات الصحة والداخلية والأوقاف. وذكر الأذين أن الفريق سيباشر مهامه باستقبال أصحاب حملات الحج الكويتية على الفترتين الصباحية والمسائية في مبنى بعثة الحج الكويتية في مكة المكرمة بحي النسيم، وتشكيل 3 فرق لتسهيل عملية الإجراءات لفحص المباني، لافتا إلى أنه تم تحديد آخر موعد لاستقبال طلب فحص مباني الحملات الكويتية يوم الجمعة المقبل. في خطوة تأتي استكمالا للخطة العاجلة التي أعدتها جمعية الهلال الأحمر الكويتي لمتضرري الفيضانات في السودان، وصلت المساعدات والمعونات الكويتية إلى الشعب السوداني، وذلك للوقوف معهم في محنتهم وتقديم العون والمساعدة لهم وفق ما تمليه الظروف الإنسانية بالوقوف مع الأشقاء. تنفيذا لتوجيهات سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بإرسال مساعدات عاجلة لمتضرري السيول بالسودان، وصلت العاصمة السودانية الخرطوم أول طائرة إغاثة كويتية تأتي إسهاما من دولة الكويت الشقيقة لدعم المتأثرين في السودان. حقيقة اليوم نستقبل الطائرة الأولى من الجسر الجوي الذي يربط بين السودان ودولة الكويت عبر الهلال الأحمر الكويتي. نحن لا نملك إلا شكر جزيل لأمير دولة الكويت والشعب الكويت ولحكومته ولأعضاء السفارة الكويتية الموجودين الآن في السودان. أولى طائرات الإغاثة التي تسيرها جمعية الهلال الأحمر الكويتي سوف يتم توزيعها غدا في مناطق الخرطوم والمناطق الأخرى المنكوبة لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين المتضررين. هتكون التوزيع ان شاء الله هنبدا بولايه الخرطوم، حنواصل ان شاء الله بولايات السودان المختلفه الاخرى، والمساعدات يمكن هي الان بدات بالايواء وان شاء الله تتواصل في مجال اصحاح البيئه وشفط المياه. ونحن يعني ناكد انه الاخوه في الكويت معنا في كل ما ذكرت من ما لمد من كوارث السودان، ونأكد أنه للإخوة المضررين إن شاء الله مساعدة تصلهم أول بأول. السفير الكويتي بالخرطوم دكتور سليمان الحربي أكد أن الدعم السخي الذي جاء بتوجيهات سامية من سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح غطى كافة الاحتياجات الأولية لمناطق السودان المتضررة. غطت جميع مستويات المطلوب في عملية هذه الإغاثة، فطب من أدوية ومن مشمعات ومن خيام ومن مواد غذائية ومن ماكينات لسحب المياه،
فالمساعدة الكويتية طبعا هي عبارة عن 2.5 مليون دولار أمريكي، وغطت الاحتياجات الأولية الطارئة لأثر الفيضانات في السودان. ومن المتوقع أن تتواصل طائرات الجسر الجوي الكويتي خلال الأيام القادمة لتقديم العون الكويتي لأشقائهم في السودان. بدر الدين خلف الله، تلفزيون دولة الكويت، الخرطوم. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى إبراهيم سفاح بطاح الظفيري عن عمر يناهز 78. انتقل إلى رحمة الله تعالى خالد محمد إسماعيل الأنصاري عن عمر يناهز 34. إن لله وإنا إليه راجعون. ختام هذا تذكير بأبرز العناوين.